النهاردة هوريكم نموذج قابلته صعاب وتحديات، منها ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وفي التربة، لكن قدر يتغلب عليها وقدر ينجح ويشتغل. الأول أنا بشكرك وبحييك، اسم حضرتك إيه وإحنا فين هنا؟ أحمد عم تريب الكشك. إحنا فين يا حاجة؟ إحنا هنا فرد رجل مصور. احنا كده تبع السادات. لا تبع مركز بدر. طريق تبع مركز بدر. تبع مركز بدر. طريق المطار القديم. طريق المطار القديم. القديم. الجو هنا حر. لا جونا حراره جامده يعني فعلا يا اخي. انت بقالك كم سنه هنا؟ بقالي 15 سنه. ربنا يديك الصحه. يعني انت بقى مش من هنا اساسا؟ لا انا اساسا من دمشلي. من دمشلي. من دمشلي دي فين؟ تبع مركز حماد. في كوم حماد. سبت دمشلي وجيت هنا ليه بقى؟ بعت لك واشتريت ارض هنا. عشان نوسع على نفسه وعلى عيال. الله يبارك لك. فكر استثماري زي ما بقول لحضراتكم، بعت هناك اللي هناك الارض سعرها اعلى. سعرها اعلى يا ابني. فلو هو يبيع فدان يجي ياخد هنا خمسه واوسع على نفسي وعلى اولادي. فكر حلو الفكر ده. اول ما جيت هنا كانت الدنيا شكلها ايه بقى؟ انا اول ما جيت هنا كانت الدنيا هنا زراعه دوره ورز وغله ورسيم. فاول ما جيت انا احب الخضار، نزرع الخضار دايما، فراوله موز الخضار دايما. فلما جيت هنا غيرت من شكل الارض وقعدت نزرع خضار، المايه ما جاوبتش معايا. كنت زرع خضار الاول كله. كنت بزرع خضار ما بتجاوبش معايا. فلما جيت دقيت الماسوره عشان طلع مايه حلوه اعطتني 1500 وحللتيها طلعت 1500. دي كانت من كام سنه؟ ديت من سنتين. كلفتك كام؟ كلفتني يعني انا في الاول دقيت ماسوره كلفتني 15000 جنيه. كل ما طلعت احملها. فاضطريت ندق كمان ماسوره 130 متر كلفتني 35000 جنيه. غير ال 15 35 يبقى دي 50000 جنيه. لا 50000 جنيه. وايه المحصله بقى؟ المايه طلعت شكلها ايه؟ المحصله طلعت نفس المايه ملح. نفس المايه ملح. 500 جزء في المليون. 1500 جزء في المليون. فعبال ما سالت ورحت نجيب كمان وبتاع، فيعني الله يسهل لهم بقى. في ناس بتشري على الخير ياما. واحد شعبان اضطرهم يجيب منه كماوي، قال يطلع على جهاز نديك رقم جهاز دلتا وسط تركبه. قبل الجهاز، ما هو انت دلوقتي موضوع الجهاز ده عشان تقتنع بيه الله لازم تبقى مضطر في البدايه. ما تزعلش مني. فانت ايه اللي عملته الاول قبل ما يقولوا لك على الجهاز؟ ما هو لما شعبان قال لي، لما انا عليت الملوحه وغلبت وزهقت مني، فانا قلت الراجل ده قال لي ايه؟ مع انك انت بتشتري منه، هو سحب الاملاح يعني هو اللي بيستفيد منك. بس هو الراجل ده عنده امانه، فقال لك لا انت كده ايه، شوف لك حل تاني. الله يرضى عليك. فانا لما رحت له قال لي انت، انا مركب جهازين اتنين عندي. فما صدقتوش، فرنيت على مين؟ مركب جاهزين شعبان. شعبان اللي انا ما اعرفوش. تمام. فانا ما صدقتوش، رنيت على دكتور محمد قال لي يا عم احمد الجهاز عامل كام؟ 21000 جنيه. ده الكلام ده من سنه. فبرضك فاني مش مقتنع برضك، هندفع 21000 جنيه وغرم نفسي. مع انك دفعت 50000 جنيه وانت مبسوط وما استفدتش. واللي هم طلعت ملح. فبرضك ما صدقتوش، جيت برضك قعدت نعالج برضك ونعالج. فالله يصبحه بالخير استاذ محمد سعيد. فبنساله على الجهاز، يا استاذ محمد الامر كذا، قال لي لا الجهاز ده بتاع دلتا وتر 10 10، واحنا مركبين منه ياما في المزرعه. سأل شعبان اللي انا ما اعرفوش، والله يبارك له. والحاج محمد سعيد اللي انا برضه لسه ما اتشرفتش بيه وربنا يبارك له، قالوا له ايه؟ لا انت ايه الحق تشتري الجهاز، هو ده الحل. ده الحل. ابتديت بقى تفكر في الموضوع بجديه. انا ابتديت اقبل استاذ محمد سعيد، ما قال لي اشتريه ده انا مجربه وجهاز 100 100 وهديلك الارض معاك. فانا رنيت على مين؟ على الدكتور محمد. يا دكتور محمد الجهاز عامل كام؟ قال لي الجهاز عم احمد عامل 30000 جنيه. وقال غلي بقى. غلي. قلت له ازاي ده؟ انا مكلمك. قال لي بس من سنه يا عم احمد. قال لي الجهاز لو ما اشتغلش انا اشيله. قلت له على بركه الله، وجبنا وركبناه فعلا. انت مركب الجهاز بقالك قد ايه؟ بقالي دلوقتي سنه. بقالك سنه؟ هي المساحه قد ايه؟ المساحه معايا 20 جرات وفدان تحت، يبقى فدان ونص. يا ربي يبارك لك. صرف 50000 جنيه في الاول علشان يدق ماسورتين او يعمل بير، والملوحه كانت 1500 جزء في المليون، ما جابوش معاه نتيجه. ابتدوا الناس يقولوا له الحق روح اشتري الجهاز بكام؟ ب 21000. قعد يفكر. بعديها بفتره او بسنه راح يسال، طب انا هاخد الجهاز؟ قالوا له لا خلاص الاسعار غليت. علشان تشتري الجهاز برضو انت شاطر تفكر. فروحت تسال ده وده، واجهزه كتيره موجوده في السوق، انت عرفت تفرق ما بينها؟ ما هي كلها شكل واحد. ما عشان كده ما رضيتش اشتري اول مره. ما انا عشان نسال ونشتري لازم نلاقي واحد نثق فيه، نثق في كلامه ان هو ايه بيدلنا على الخير والصح اللي انا ماشي بيه. فلما لقيت الناس اللي انا بنسك فيهم دلوني على الخير والشر. المزارعين مركبين اجهزه؟ ما هم ناس مركبين اجهزه عندهم. دلتا ووتر؟ كلك دلتا ويتر. كلك دلتا ويتر. وفعلا بالفعل لما قلت لهم واللي قالوا لي عليه طلع في الجهاز فعلا بنفس الفعل اللي قالوا لي عليه. يعني نسبه الملوحه، هو التحليل من ورا زي من قدام، بس بيفتت الملوحه.
من ورا زي قدام، يعني هو دخل المياه من بدايه الجهاز خرجت في نهايه الجهاز، هي نفس الملوحه ولكن خواص المياه تغيرت. تغيرت بيعمل ايه بقى الجهاز؟ بيفتت الاستوديو بلع الكرور، بيفصلهم عن بعض. بيفتتهم، بيخلي الناس بتلارد رطبه معاك. يعني انت لو بتقول انا كنت كل يوم بنروي ايه يومين على الله في المده الحاره دي بنروي ايه يعني يوم ويوم، دلوقتي ممكن نفوت 3 ايام ويش الارض رطب معايا في المي. ومن ناحيه تانية في نسبه بيفتت الحديد اللي طالع من الارض، بيفتت نسبه الحديد اللي في الارض اللي طالع من المي بيفتتها. ماله قد ايه بالظبط؟ هو كده بقاله سنه معايا. طب في السنه دي زرعت ايه؟ زرع فراوله تحتات وفاصوليا. هنا فراوله وفاصوليا الاثنين عاملين ايه معاك؟ الله اكبر. يعني احنا في الاسبوع السنه دي في الفاصوليا عامه في على المستوى في درجه الحراره الاسبوع اللي فات دي ومع الصدى اللي دي، لو الميه مالحه 1500 على درجه حراره كانت مكنت من الفاصوليا. انما بسم الله الرحمن الرحيم يعني الله اكبر الفاصوليا اهيت كانها في ارض ارض ارياف، ارض سمره بتشرب الميه بحاري ما شاء الله. من ايه؟ من نتيجه الجهاز معايا وارتفاع الجهاز معايا. يعني الفاصوليا دي دلوقتي داخل على 100 يوم مع ارتفاع الحراره والصدى اللي ماشي. انا كنت لميت الفاصوليا على 70 يوم 80 يوم ما شاء الله. كانت كليتها الفاصوليا اللي والفاصوليا الله اكبر هي شغاله 10 على 10 يعني، وبنجلح فيها وعاوز نستنى شويه كمان منها ما نجلحهاش دلوقتي. بس الفاصوليا مجدده لي من تحت، مطلع لي ورق من تحت الدين. زي ما احنا بنتكلم على استخدام العلم، على فكره الحاج احمد برضو قاعد يسأل ويدور ويشوف الأجهزة اللي موجودة في السوق ويسأل جيرانه ويسأل أهل الثقة لغاية لما في الآخر قال لك أنا هشتري الجهاز. بقاله سنة قال لي الفاصوليا اختلفت تماما، الفراولة نفسها. الفراولة أنت جيت عاملة إيه؟ الله أكبر حلو، الله أكبر الله أكبر كويسة وحلوة. يعني قد إيه الفراولة؟ نص فدان مثلا؟ إيه فدان فدانين لا فدانين. يكون جاب الفدان قد إيه مثلا؟ الفدان انا والله صراحه ما حسبتلوش، بس هو اللي تيجي بتاعته كانت حلوه. انا عسل يعني. حاج احمد خايف من الحسد. حاج احمد ربنا يكرمك ويبارك لك. اهلا وسهلا يا رب. مشكورك جدا. شكرا. عايز بس في الاخر قبل ما امشي كلمه للناس اللي بتشوفنا النهارده عن تجربتك بعد ما ركبت الجهاز. زي ايه يعني؟ ايه رايك فيه؟ تقول للناس ايه عنه؟ لا انا نقول للناس يعني اللي المايه عنده مالحه معديه ال 1000 وشويه او 800 يعني خلوا قلبه جامد ويجيب الجهاز. وما يمشيش ورا الناس اللي هي ايه اللي بيقولوا حد جهاز من فلان الجهاز رخيص. ما تسترخص، انت بتشتري رخيص بيبقى غالي عليك. انا اروح استرخص ونجيب حاجه في نفس الوقت هتبقى غالي علي؟ لا، انا اروح نجيب الحاجه المعقوله هتبقى غالي هاي بس هتعيش معايا لمدى الحياه، تجيب نتيجه وتجيب نتيجه معايا. خليك في المضمون. خليني في المضمون. ما هو الغالي رخيص والرخيص غالي، لان الغالي رخيص لان هو هيديني نتيجه حلوه. الله يرضى، وبالتالي هو كده تمنه فيه. الله يرضى. رخيص غالي لان هرمي فلوس في الارض مش هتجيب معايا النتيجه اللي انا عايزها. اسال مجرب نتائج من على ارض الواقع بنرصدها على لسان المزارع، هو اللي بيتكلم وبيحكي وبيقول تجربته ونجاحه داخل ارضه.